السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إخواني شخباركم؟ كل شي بخير، نتمنى تكونوا كاملين في تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم خوكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. أولا كنشكركم بزاف على الدعم اللي قدمتوه القناة الأخرى الكرة المغربية بالدارجة. عاش المغرب، لا عاش من خانه، ولا غالب إلا الله. والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين. نمر إلى أبرز العناوين. ابتدائية مراكش تدين اليوتيوبر بين قوسين نخنوخ. ناصر بوريطي يوجه رسالة عاجلة إلى إسرائيل، هذا مفادها. وزير الخارجية الأمريكي يوجه صفعة قوية إلى خد تبون قبل الانتخابات الرئاسية، ويدرج الجزائر ضمن الدول المتورطة في انتهاكات الحرية الدينية. المغرب يوجه ضربة اقتصادية إلى قيس سعيد، والأخير يرفع دعوى قضائية. الصحافة الإسبانية تفضح الجزائر وتكشف معطيات جديدة وخطيرة بخصوص زيارة رئيس سيراليو للجزائر وقضية الصحراء، وهذه هي التفاصيل. مرشح رئاسي سابق في الجزائر، مؤامرات مغربية لعرقلة مشاريع التنمية في الجنوب الجزائري. بالصور والدليل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوجه صفعة قوية للكبرانات بسبب الصحراء المغربية، تفاصيل رائعة. عاش الملك تولعلع بمخيمات تندوف وبالفيديو وهروب جماعي، والتفاصيل حصرية. عاجل رسميا وحصريا نقل إبراهيم غالي إلى إحدى المستشفيات بالجزائر. أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام. أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء أمس الجمعة اليوتيوبر المراكشي الملقب بنخنوخ بشهرين سجن النافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم بعد أن وجهت له النيابة تهمة التغرير بقصر. وأدانت نفس الغرفة شخصا آخر على خلفية ذات القضية بسجن النافذ لشهرين وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش أمر يوم السبت 30 دجنبر الماضية بإيداع نخنوخ سجل الودايه بمراكش بعد متابعته بجناية التغرير بقصر. وتعود تفاصيل القضية بعد أن تقدمت عائلة مكناسية بشكاية إلى الشرطة القضائية تؤكد اختفاء ابنتهم القصر في ظروف غامضة، وأن هاتفها المحمول يرن دون جواب، وهي شكاية التي تفاعلت معها المصالح الأمنية التي تمكنت بعد تتبع رقم هاتف المعنية بالأمر لتحديد مكانها الذي تبين أنه بمدينة مراكش. شدد المغرب أمس الجمعة على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل النزاع الإسرائيلي والفلسطيني. جاء ذلك في جواب مكتوب لوزير الخارجية ناصر بوريطة، تلقينا نسخة منها على سؤال برلماني للكاتبة النيابية للعدالة والتنمية عن طريق خطاب إسرائيل اللا أخلاقي الموجه للشعوب المتظاهرة. وقال ناصر بوريطة، لا تتوانى المملكة المغربية في التعبير وبكل قوة عن موقفها السياسي الرافض لكل الإجراءات والممارسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والمسجد الأقصى. وتابع، حال الدولتين والتشبث بالمفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع. وزاد، موقفنا منذ اندلاع المواجهات المسلحة وارتفاع وتيرة العنف واستهداف المدنيين في غزة هو رفض العدوان الإسرائيلي.
وأوضح السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أنه يجب خفض التصعيد المفضي إلى وقف إطلاق نار دائم وإحياء عملية السلام التي ينبغي أن تقود إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين. وأردف بوريطة المملكة المغربية تظل ملتزمة بالحفاظ على مكانة القضية الفلسطينية في مرتبة قضاياها الوطني، وبمواصلة انخراطها البناء من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط. أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الجزائر ضمن قائمة الدول المتورطة في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية. وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن تعزيز حرية الدين أو المعتقد لطالما كان هدفاً أساسياً للسياسة الخارجية الأمريكية منذ أن أقر الكونغرس قانون الحرية الدينية الدولية وأصدر في العام 1998. وفي هذا الصدد تم تصنيف كل من بورما وجمهورية الصين الشعبية وكوبا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجكستان وتركمانستان كدول مثيرة للقلق بشكل خاص لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها بشكل خاص. كما تم أيضا وفق المصدر ذاتها إدراج كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام من بين الدول المعنية بالمراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معه، فضلا عن تصنيف حركة الشباب وبوكو حرام وهيئة تحرير الشام والحوثيين وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان ككيانات مثيرة للقلق بشكل خاص. وأمام هذا الوضع يشرح بيان الخارجية الأمريكية يتعين على الحكومات وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عباداتهم وأعمال العنف الطائفي والسجل لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي نشاهدها في أماكن كثيرة حول العالم. إن التحديات التي تواجه حرية الدين في مختلف أنحاء العالم هي تحديات هيكلية ومنهجية ومترسخة بعمق، ولكننا سنشهد ذات يوم على عالم يعيش فيه الجميع بكرامة ومساواة في حل الالتزام المدروس والمستدام ممن يفرضون تقبل الكراهية والتعصب والاضطهاد كوضع قائم. يخلص البيان عينها. أعلن المغرب تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية لعام آخر لمواجهة عملية الإغراق للسوق المحلية. وقالت إدارة الجمارك في دورية إن قرارا مشترك بين وزارتي الصناعة والمالية أقر تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية حتى مطلع العام المقبل 2025. وأشارت إلى أن السلطات المغربية أطلقت دراسة بشأن هذه الإجراءات دون ذكر تفاصيل أكثر. ويطبق المغرب بين الفينة والأخرى رسوما إضافية على بعض المنتجات الأجنبية لحماية السوق المحلية، منها الرسوم الإضافية على الدفاتر التونسية. وفي يناير من سنة 2019 قرر المغرب تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية لخمس سنوات إضافية حتى يناير من هذا العام. وبعد فرضها لأول مرة في مايو من سنة 2018 لمدة 4 أشهر فقط. وقالت الحكومة آنذاك إن قرار فرض رسوم إضافية تصل حتى 51% على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس التزاما بقوانين منظمة التجارة العالمية في مواجهة عملية إغراق للسوق المحلية. وكانت تونس قد رفعت طلبا إلى منظمة التجارة العالمية حيث التمست فتح مشاورات مع المملكة المغربية التي فرضت رسوما جمركية على الدفاتر المدرسية التي يستوردها من تونس. واعتبرت تونس في طلبها
الذي رفعته إلى الجهاز المخول لتسوية النزاعات في المنظمة العالمية أن المغرب تصرف بشكل غير متلائم مع بعض إجراءات اتفاقية مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق العام حول المعالم الجمركية والتجارية غاتا لسنة 1994 حسب ما نقلت آنذاك وكالة الأنباء التونسية. وصفت الصحافة الإسبانية زيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى العاصمة الجزائر من 2 إلى 4 يناير 2024 بالغريبة، حيث أن هذه الزيارة لم يكن مخططا لها على الإطلاق، ولم يكن هناك ما يشير إلى أن الجمهورية ستستقبل رئيس دولة لا توجد علاقات معها عمليا إلا من خلال بيان يتيم. وفي هذا الصدد قالت صحيفة أطلاريا الإسبانية الدائعة الصيت إنه لم يتم استقبال الضيف الجزائري في مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة كما جرت العادة، وكان برفقته وفد من شخصين تم تجاهلهما تماما في البيان الصحفي لرئيس الجمهورية ووكالة الأنباء الرسمية الجزائرية. واقتصرت أنشطة الرئيس السيراليونية على لقاء الرئيس الجزائري وعقد مؤتمر صحفي مشترك، وفي اليوم التالي زار المسجد الكبير بالجزائر العاصمة قبل مغادرته الجزائر، وكان برفقته إلى المطار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطافة. وبذلك انتهت الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر العاصمة والتي استمرت أقل من 24 ساعة. والغريبة أن رئاسة الجزائر أعلنت أن الزيارة ستستمر لثلاث أيام. وفي إعلانها عن مغادرة الضيف الجزائرية كتبت وكالة الأنباء الجزائرية كما يظهر أمامكم في الصور: رئيس سيراليون يكمل زيارة رسمية للجزائر تستغرق 3 أيام حيث استعصى على الجميع فهم ما يجري. واستغربت الصحيفة ذاتها متسائلة كيف تم التخطيط لزيارة رئيس دولة لا يتم معها تبادل السفراء، مضيفة أن الأسوأ من ذلك أن سيراليون لديها سفير في الرباط وقنصلية في الداخل وتعترف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، كما أعلن ذلك وزير خارجيتها دافيد في 27 غشت 2021 في ختام زيارته للمملكة المغربية. ومقارنة بزيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر العاصمة، فإن زيارة رئيس دبلوماسيته إلى المغرب في غشت 2021 كانت مثمرة أكثر، حيث أدت إلى افتتاح السفارة بالرباط وقنصلية بالدخل. وقالت الصحيفة إن الجزائريون يكتفون بالتصريحات الغامضة التي لا معنى لها، كما نقرأ في رسالة وكالة الأنباء الجزائرية: من جانبها أشار رئيس سيراليون إلى تقارب المواقف بين البلدين بشأن الفضائع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وبشأن تسوية قضية الصحراء المغربية في إطار المواثيق الدولية، كما لوحظ أن هذه الزيارة تزامنت مع بدء ولاية البلدين كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، وتم الكشف الآن على أن الجزائر ستشارك في وضع العضو غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع سيراليون، وهي واحدة من أفقر 7 دول في العالم. وأشارت القصص الإسبانية ذاتها إلى أن القادة الجزائريين قدم هذا الوضع للجمهور الجزائري باعتبارها إنجازا دبلوماسيا تاريخيا، بل إنهم تجنبوا الإشارة إلى أن الجزائر حصلت على هذا الوضع في 3 مناسبات سابقة. لكن يبقى السؤال: لماذا غادر الرئيس السيراليوني الجزائر خلال 24 ساعة فقط، مع العلم أن الزيارة كان مخططا له أن تظل لثلاث أيام؟ فهل رحل الرئيس السيراليوني غاضبا من الجزائر بسبب سوء المعاملة؟ قال عبد القادر بن قرين رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر إن هناك مؤامرات تهدف إلى عرقلة مشاريع التنمية في الجنوب الجزائرية، وذلك في إشارة إلى احتضان المملكة المغربية قبل أسابيع اجتماعا بحضور دول الساحل لتفعيل مبادرة دولية ملكية تتعلق باستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
جاء ذلك في كلمة الله خلال تجمع شعبي بولاية برج باجي مختار، مرتفا إننا ندرك ما ينجز بأمر من رئيس الجمهورية على هذه المناطق الحدودية، مشاريع كبرى كمناجم وسكك الحديد ومناطق التبادل الحرة ومدن جديدة نملأ بها الفراغات والفضاءات الجغرافية، إلى أن الحركة تدرك أيضا مستوى المؤامرات التي تريد عرقلة هذه المشاريع في تنمية جنوبنا الكبير وغيرها من تلك المؤامرات، رغبة من المغرب في فتح نافذة أطلسية للتجارة مع الدول الساحل الإفريقي لمحاولة دمج موانئ جنوب الصحراء لفرض مغربيتها وفق تعبيرها. في تعاطيها إلى الدول المنضوية حديثا إلى مجموعة البريكس، وجاءت تركيا عبر وكالة الأناضول صفعة قوية للكبرانات، حيث تطرقت لموضوع السالف الذكر، وقالت وكالة الأناضول وهي وكالة حكومية تركية أن كل من مصر والمملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وافقوا على الانضمام إلى مجموعة البريكس، فيما رفضت الأرجنتين العرض المقدم من المجموعة. وقامت الوكالة الحكومية التركية بوضع خريطة المملكة المغربية كاملة في الصورة المرافقة للمقهى. أدى ودخل الإعلامي الجزائري وليد كبير على خط هذه الصفعة القوية بمنشورة على منصة فيسبوك قال فيها 10 دول أعضاء في البريكس منذ فتح يناير انضمت كل من الإمارات السعودية إيران مصر إثيوبيا، فيما اعتذرت الأرجنتين عن الانضمام، وقد رفض ملف الجزائر للانضمام إلى البريكس في القمة التي عقدت بجوهانسبورغ شهر غشت الماضية. وزاد الإعلامي المعارض الجزائري قائلا الملاحظ في أنفوغرافيك وكالة الأناضول التركية خارطة المغرب كاملة، وهذا معناها أن تركيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه الغربي. ودعا عبد المجيد تبول لرؤية الصورة عبر الطاقة مع وضع الإيموجي أنظر، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بزيارة إلى الجزائر، قدمت من خلالها الجزائر تضحيات من أموال الشعب الجزائري من البترول والغاز دون أن تستطيع تغيير موقف تركيا الثابت من النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بشريط فيديو يوثق لعملية هروب جماعي لصحراويين مغاربة محتجزين بمخيمات دوفا احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها باستمرار في ظل القحط والجوع الذي بات يفتك ببطونهم. مشهد الهروب الجماعي وثقته عدسة ناشطة صحراوية أرفقتها بشهادة كشفت من خلالها كل ما يتعرض له الصحراويين من تجويع وحكر وغبن من لدن الانفصاليين، حيث طالبت بضرورة تدخل المنتظمة الدولية لإنقاذهم من غطرسة قادة الصنادلية قبل أن تنقل العالم صورا حية تظهر نظام الصنادلية وهو يحاول منع نساء من مغادرة مخيمات العارة وهن يصرخن بصوت عال عاش الملك. كما تلاحظون في الصورة قال مصدر جيد الاطلاع من مخيمات تندوفا لموقع الصحراوي أنف أن زعيم جبهة البوليساريو يوجد منذ عدة أيام بإحدى المستشفيات بالعاصمة الجزائر إثر وعكة صحية مفاجئة، حسب تعبير المصدر الذي أضاف أن غياب زعيم قيادات البوليساريو عن الندوة الوطنية للإعلام والتي ترأسها المدعو ولد بيونا دليل قطع على وعكته الصحية في الوقت الذي كان فيه زعيم الجبهة يصر دائما على الظهور في مثل هذه المناسبات من أجل الظهور إعلاميا. كما أضاف المصدر ذاته أن إبراهيم رخيصة قد تغيب عن اجتماع الأمانة العامة الذي ترأسها ولد بيونا، هذا الاجتماع الذي عادة ما يسمى بوكالة الأنباء الصحراوية الناطق الرسمي للجبهة بنشر صورة للاجتماع يظهر فيها إبراهيم رخيصة يترأس اجتماع الأمانة العامة من أجل التغطية على الحالة الصحية لإبراهيم رخيصة الموجود حاليا بإحدى المستشفيات بالجزائر، كما يوجد بها محمد سالم ولد السلك، مع العلم أن هذا الأخير ليس عضوا بمكتب الأمانة العامة.
ولمن سيشكك بهذا الموضوع سأترك لكم مصدر الخبر في أول تعليق. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أتنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة بعد غد إن شاء الله.